مشاهدي أوريزون تي في لما كنتم أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم لايف رياضي. كالعادة كنتلاقوا كل سبت من منتصف النهار إلى الواحدة زوالا. برنامجكم هذا كنتكلموا من خلاله مشاهدين على أبرز المواعيد ديال نهاية الأسبوع، مباريات الدوريات الأوروبية وكذلك البطولة الاحترافية بقسميها الوطني والأول. وأكيد كما تعودتم في الآونة الأخيرة على أننا كنوضع موضوع نناقشه مع حضراتكم. اليوم وضعنا الموضوع اللي غنناقشه معكم هو موضوع يمكن نقول كيهمكم أنتم بشكل كبير باش تعطونا الرأي ديالكم فيه، ألا وهو يعني السبب ديال أنه في الآونة الأخيرة ولينا كنحسوا بأن الأجهزة الصايرة على تنظيم الشأن الكروي في المغرب على أنه ربما نوع من فقدان الثقة. علاش زعما وصلنا لهذا الحد؟ أم هي ظاهرة ديال الاحتجاج فقط، أم أن القرارات التحكيمية والأخطاء التحكيمية في الآونة الأخيرة أو من قبل تساهم بشكل أو بآخر في هذه الثقة؟ وكذلك حتى يمكن أنه هناك من يقول هي وسيلة فقط للضغط، أم أن الأجهزة الرياضية يجب أنها تراجع نفسها في مجموعة من القرارات باش يمكن ترجع ديك الثقة للأجهزة ديالنا على الشكل يعني بشكل عام. مشاهدي الكرام، فأكيد انتم المشاركه ديالكم مرحب بها من خلال التعاليق ديالكم عبر الصفحه ديال البرنامج اوريزون تي في، وكذلك يمكن لكم على انكم تتواصلوا معنا بالرقم الهاتفي اللي غنوضعوه راه الاشاره ديال حضراتكم من الان، واللي بغى يتواصل معنا فمرحبا والف مرحبا. الرقم الهاتفي موضوع راه الاشاره امامكم كيبان هو 06 55 04 23 04. فكيف قلت الموضوع الاساسي والرئيسي لحلقه اليوم هو علاش نوعا ما حسينا على انه كان الاجهزه اللي كتصارع على كره القدم بالخصوص كاين فقدان الثقه، كيف مجموعه من الجامعات ماشي جامعه كره القدم، مجموعه من الرياضات كاين واحد النوع اللي ربما اي قرار كتسمعوا ربما كيقول ولا هذا راه مع هذا ولا هذا ضد هذا او ما شابه ذلك. فعلاش وصلنا لهذا الحد هذا؟ شنو السبب وكيفاش يمكن نعالجوا هذا الشيء هذا والحلول اللي كتشوفوها نتوما بخصوص هذا الموضوع هذا؟ فبطبيعة الحال قبل ما نبداو نعطيكم الدوريات او البرنامج ديال المباريات ديال نهايات الاسبوع ناخذ اول مكالمه. الو صباح النور. السلام عليكم خويا مفتاح. وعليكم السلام ورحمه الله. معك صديق ديالك فؤاد كعوش مدينه خمسات. مرحبا اخويا فؤاد. الله يبارك فيك كلشي مزيان. الله يبارك فيك خويا الله يخطيك. اخويا بغيت نتدخل معاك الممكن. مرحبا. لحظتك اخويا بغيت نوصل واحد الميساج للجميع. عطيت الكل اللعوب باش هاد المرة تكون العقاب يكون على جميع الفرق المغربية، ماشي واحد يتعاقب بشي حق واحد بحق آخر. بالنسبة لنهضة بركان وجدة من داروا الشغال، بركان حكموا عليها بجوج ماتشات ويكلو، والرجاء حكموا عليها بأربعة ويكلو. وربما الجمهور ديال بركان شعل العافيه في التيران. نعم، غير هو خويا فؤاد باش نبقاو في الموضوع، لان الموضوع اللي وضعنا اليوم هو علاش حسينا في الاونه الاخيره ان الجمهور او المتتبع ديال كره القدم بحال بدا يفقد الثقه في الاجهزه ديال الكره، لا الجامعه ولا لجنه التاديب ولا وما الى ذلك. فهذه الثقه شنو السبب ديال اننا ولينا كنحسوا بانها راه حيت ولاو كيدخلوا خويا السياسه في الكره في الرياضه. باك صاحبي هذا ما كان في الكره، هذه الجمعيه المملكه المغربيه هذه فيها باك صاحبي. فين كتبان لك مثلا باك صاحبي؟ لان لما كنتكلموا على باك نعم كتبان لي في الرئيس الجامعه وزير القضاء، كتبان لي في رئيس العصبه سعيد النصيري. ولكن مثلا شنو هي الحوايج اللي غنعيبوها على هاد الناس؟ يعني سياسي شغلو هذاك، ولكن في الشان الرياضي حنا انا السؤال اللي بغيت اللي باغي نوصل للحل ديالو، علاش ما بقيناش كنثيقوا في الاجهزه؟ مثلا انا نعطيك علاش طرحت هذا الموضوع. بعض المرات قبل ما يتعين اي حكم لاي مباراه كيقول لك هذيك المباراه غيربحها فلان او غتربح لهذا الفريق. مثلا القرار ملي كتخرج كتحس كيقول لك ولا راه هذا القرار كان مجحف في هذا الفريق وهذا الفريق تعاونوا معاه. واش هذه القرارات كتخلينا انه كنفقدوا الثقه في الجامعه وفي الاجهزه واللجان ديالها وما الى ذلك؟ نعم، بالنسبه لفريق الوداد الرياضي كمحترم فريق كبير في الوطن المغربيه وطلع افريقيا، كتشوف ربما كان كونكم راه كيجيبوا الحاكمين سعيد الناصري دار شكايه ولاو كيعطيوه نفس الحكم اللي كيحكم له المقابله. كيفاش نفس الحكم اللي كيحكم له المقابله؟ حكم واحد حكم له اربعه المقابلات او لا؟ متفق معك، ليعقوبي هو اللي حكم اربعه ديال المباريات.
نعم. ولكن ما كنعتقدش ان هذا قرار زعما اتخاذ لان سعيد الناصري دواء ولا ما كنظن زعما، لانه يمكن ان المشكل في المديريه ديال التحكيم اللي كتعين الحكام. انا متفق معك، لان المديريه الناس اللي كيعينوا الحكام ربما هذا هو المشكل اللي حنا بسببه طرحنا النقاش. راه ممكن تكون هذيك النيه زعما صافيه، ولكن بعض المرات كتحول. فعلاش ولينا كنفهموها هكا؟ واش من القرارات؟ واش نعم فؤاد. وكنشكرك اخويا مفتاح، انا بغيت الجواب ديال هاد الشغب اللي وقع، بغيت الجواب علاش فريق الرجاء البيضاوي اختار بعض المباريات ويتلو. سؤال يستحق صراحه، بغيت نعرف الاجوبه ديالو. علاش 10 المليون كغرامه وغيكحوا التيران؟ بغيت نعرف علاش، شنو هو المشكل، شنو هو السبب الواحد اللي يخلي يحقدوا على الرجاء التحقيق هذا. ونتمنى يكون خير ان شاء الله. حنا كنجمهور ما بقيناش كنثقوا في الجامعه، هذا هو الاشكال، هذا هو اللي المشكل. علاش ما بقيناش كنثقوا في الجامعه؟ علاش ما بقيناش كنثقوا في اللجان، لجنه التاديب، الروح الرياضيه؟ كثره اللجان ما حتى اللجنه ما كتحس بها انها كتطبق القانون بحذافيره. الجامعه مشطبات لنا الارجنتين باش يلعبوا معها مليار، وهذا نقاش اخر. نلعبوا مع الارجنتين، وحنت كاين اللي كيقول لك وحقه ما نلعبوش مع الارجنتين لان نعطيوها مليار ونستافدوا منه. راه واخا ما نلعبوش مع الارجنتين كتعتقد ان غيفرقوا على الناس هذيك المليار؟ ما كاين والو زعما، اللهم نلعبوا مع الارجنتين. شو نجيبوهم عندهم يمشيو على الدائري القطعات ويجيو فرحانين ويلعبوا معنا ويجيو ناشين ويمشيو ويكون خير ان شاء الله. تونس تمشي تتعاتل معنا بخير وعلى خير وتمشي. شكرا خويا، شكرا خويا مفتاح، شكرا على المداخله ديالك. واكيد لانه لما كنطرحوا هذا الموضوع ديال النقاش حقا لا ما نلعبوش مع الارجنتين، غنعطيو لميسي مليار، غنعطيو لهذا، راه واخا زعما ما نلعبوش مع الارجنتين زعما شنو غيفرقوا علينا ديك المليار؟ او ما زعما اللهم هما بعدا على العموم. قراو التعاليق ديالكم. سبب دخول التحزب السياسي، هذا موضوع كبير ديال السياسه والرياضه والعلاقه ديالها. كنوعدكم هذا الموضوع حتى ونطرحوا النقاش ان شاء الله في احدى الحلقات ديال السياسه والرياضه، واش يمكن يمشيو جنبا الى جنب ام انهم كيخلقوا المشاكل؟ هذا سؤال كبير، يمكن انه لا بغينا لا دخلنا في هذا غنبقاو غير في هذا الموضوع، ولكن نوعدكم انا خاص ندرس حلقه خاصه بهذه القضيه ديال السياسه والرياضه وناقشوها بشكل كبير وبتفصيل اكثر في احدى الحلقات ديال لايف رياضي. مكالمه. الو صباح النور. الو صباح النور الاخ. مرحبا، عرفتي مع 12 ما كتعرفوش تقول صباح النور ولا مساء النور. عاقول السلام. صباح النور الاخ مفتاح، كي داير بخير؟ هاني الله يبارك فيك خويا. والله يحفظك خويا ابو رجاء الرجاوي. مرحبا خويا ابو رجاء. الله يحفظك خويا مفتاح. خويا والله الا اش نقول لك. تفضل. ما عرفتش مين بدا، ولكن هادشي اللي وصل ليه الرجاء واللي وصل ليه سميتو شي حاجه بزاف. يعني بغيت غير نعرف شنو هي المعايير باش كيتاخذوا العقوبات ديال الجامعه. يعني شفنا الشغب اللي وقع في وجده، بركان حرقه الكراسي، شغب دخول جماهير الجيش الملكي امتحان ملعب اكادير، وما كايناش العقوبه ديال ربعه الماتشات وديك الغرامه الماليه الكبيره اللي عطوا للرجاء. يعني الرجاء مستهدفه من طرف الامن الدوله، من طرف الجامعه، من طرف كل شيء. ابو رجاء باش نكونوا زعما، بعض المرات راه العاطفه كتغلب علينا بشكل كبير. يمكن انه نقولوا انه القرار كان مجحف، نقدر نتفق معك، نقدر نقول انه كان قاسي، نقدر نتفق معك، ولكن ما نقولوش انه مستهدفه. لا اعتقد ان كاين فريق في المغرب اللي غيكون مستهدف. يمكن ان المشكل اللي كاين هو صراحه بعض القرارات، يمكن كاين الغموض، كاين باش نكون واضحين، لان ملي كتجي القانون العقوبات خصو يكون واضح. دار واحد زائد واحد كتساوي جوج، يعني ما تبقاش تعطي لهذا جوج وهذا ثلاثه وهذا اربعه وهذا خمسه. هذا هو الاشكال اللي ما بغاش يتفهم لنا حنا. علاش هذوك جوج الماتشات هذو اربعه؟ علاش هذوك غرامه قد علاش الرجاء وكذا؟ هذا سؤال. يعني سؤال حتى الطريقه باش كيوقع الشغب في مقابله الرجاء البيضاوي، يعني كيكونوا مستهدفين من طرف الامن. الامن هو السبب. يعني الا رجعتي ولكن السؤال ابلتي ابو رجاء، انا نقول لك واحد القضيه. انا كنت من الناس اللي قلت لجمهور الرجاء برافو في اكادير لما استفزهم احد الجماهير ديال الحسنيه وما دواوش. فهنا كتشوف انه هذاك النهار كنتي رازين بعقلك، اللي جا واحد حتى لقدامك وكما نقولوا استفزك ما هضرتيش.
فهنا قلنا برافو الجمهور الرجاء ما عندنا يعني هكا بغينا الجمهور. فالسؤال هو على الجمهور الرجاء في الاونه الاخيره دائما ملي كتقرب تسالي البطوله كيوقع في الشغب، ما نقولش كيدير الشغب او ما كيديروش، ولكن كيطيح في هذا الفخ. علاش؟ واش الجمهور سهل تلا الدرجة؟ علما أنك نقول لك أنه شفناه في مباريات كثيرة. خير سبيل، خير مثال مثلا المباراة ديال النجم الساحلي اللي نهزم فيها الفريق هنا في الرباط والجمهور خرج عادي، يعني مباريات كثيرة نهزم فيها فريق الرجاء. ولكن علاش بالضبط في الأونة الأخيرة ولا في الشطر الأخير ديال البطولة كيوقع هاد المشكل ديال الشغب في الرجاء؟ الأخ مفتاح، الأخ مفتاح، نفس الهضرة اللي قلت لك وتنأكدها أنا. علاش بالضبط الشغب ما كيكونش كاع في الاتحاد الافريقي؟ خسرنا مع بركان وسط 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 الملعب اللي مصطفى فيه الرجاء الرباط وما وقعش هادشي اللي وقع في البطوله الوطنيه. نعم. اذا الرجاء مستهدف من طرف الامن ومن طرف الجامعه في البطوله الوطنيه. شوف ابو رجاء، انت مصمم انك تقول مستهدف، ولكن انا رايي راه ما كاينش، نعاود نقولها، راه ما كاينش شي فريق مستهدف، راه ما كاينش. راه اللي تخيل دابا لو ما كانش هذاك الخطا ما وقع الشغب، غيستهدفك شي واحد؟ يعني ما لا ابو رجاء، بعض المرات العاطفه كتغلب علينا، وهذا شيء طبيعي جدا. انا كنبغي هذا الفريق، راه كنتعصب ونقدر نقول اي حاجه، هو من حقك كمتتبع، ولكن بالعقل وبالمنطق راه الناس كدير الخطا وبذلك خصها تحمل العقوبه. الاشكال فين كاين هو العقوبه، كيفاش طرحات وكيفاش كيفاش كيفاش خرجات والقدر ديال العقوبه مقارنه مع شغب اخر. هذا هو النقاش. اما العقوبه ما كتكونش بالتساوي، هذا نقاش، هذا مزيان. انا تقول لي انا ما كاينش تساوي، نقول لك اتفق معك، لان ما كتشوف اي فريق اخر اللي دار شغب وفريق اخر ما عرفت هذا تحكم عليه باربعه، هذا بسته، هذا بجوج، وكنوليو بحال كنقدروا، ولكن ما نقولوش مستهدفه باش تبقى انه على الاقل شويه ديال الثقه في الاجهزه ديال كره القدم الوطني. زياده على هذا الاخ مفتاح، المكتب المسير للرجاء يعني ما حضرش، شفنا الجيش الملكي جوج مباريات بدون جمهور ونضس انفوا القضيه. نعم. حنا المكتب المسير ديال الرجاء لحد الان مازال ما خرج حتى شي قرار. لا ابو رجاء غير للانصاف، انا اتصلت ب سي سعيد وهبي الناطق الرسمي ديال فريق الرجاء الرياضي، واكد لي على انه غادي يستأنفوا القرار وغادي حتى هما غيتاخذوا الاجراءات اللازمه، لانه كيبان لهم قرار مجحف، خاصه انه الفرق اللي غيواجهوها طنجة، بركان، يعني فرق اللي تنافسهم على الاقل على المركز الثاني او لقب البطوله، وبذلك غيستأنفوا القرار. غير باش نكونوا واضحين، وراه داروا بلاغ في الصفحه الرسميه ديال فريق الرجاء الرياضي. شكرا بزاف ابو رجاء على المداخله ديالك. شكرا الاخ مفتاح، وديما رجاء. شكرا ابو رجاء على الاخت، وتحيه لك مره اخرى. نقراو تعاليقكم مشاهدينا الكرام بسرعه. الحل الله يهديك ابو ياسين يا السامر، الوداد كبير على جميع. سمير حتى واحد ما تكلم على الوداد ولا اساء لي، باش بعض المرات مشاهدينا الكرام والله الا باش نكونوا واضحين، ملي كنتكلموا على فريق معين هذا لا يعني اننا كنسيئوا الفريق اخر، نكونوا شويه حنت. الان لا كنتكلموا مثلا جمهور الرجاء كيتكلم لانه كاين مشكل محدد، جمهور الوداد دوره خصو يتكلم. علاش؟ لان الان فريق الوداد يمكن نقول انه كما كيقولوا التي جي في ديال المغرب 45 نقطه في الصداره، اللاعبين غادي مزيان، الاداء متميز، مباراه قادمه امام المغرب التطوان، يمكن فرصة أخرى من أجل حصد نقاط الثالث، وبذلك جمهور الوداد هو يعيش نشوة. فلما كنكونوا ماشي بالضرورة هادو نهضروا على القلق، حنا ما نهضروش لا وعلاش كتهضروا على هادو، لا بالعكس، هذا برنامج ديال كل الفرق الوطنية، من حق أي واحد يتكلم، غير كنوضعوا واحد الموضوع للنقاش واللي كنتمنى أنكم تناقشوا معنا فيه. علاش الأجهزة الرياضية مؤخرا بدأت تفقد نوعا من الثقة؟ أنا ما كنقولش كتفقد الثقة، وإنما نوعا من الثقة، لأن كيخرج قرار كيقول لك هذاك القرار مجحف وداروه حنت فلان، هذاك القرار خرج حنت وقع، هذاك الحكم تعين حنت دار، هذيك الجامعه ما عاد. علاش هذا الشيء وصلنا ليه؟ وكيفاش يمكن اننا نعاودوا نثقوا في الاجهزه ديالنا؟ واش ما وصلش الوقت فين ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ان تشرك معها الجمهور في النقاش وفي وجود حل لهذه الظاهره ديال الشغب؟ ناخذوا مكالمه وبعد ذلك نعطيكم البرنامج ديال الدوري الانجليزي ونرجعوا نناقشوا معكم الموضوع. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم اخويا. معك عادل من اكادير. شكون؟ عادل من اكادير. اهلا خويا عادل، مرحبا. كيف داير بخير؟ الله يبارك فيك. ما
بغينا نقصر ديجا تتم المناقشه ديال المره اللي فاتت على الشغب وكذا غترد غنرجعوا ثاني للشغب عادي ولو انه الموضوع لا لا شوف غير تتم قلت لك تتم تفضل تفضل باش هذا الشيء اللي واقع دابا في الكره المغربيه من شغب شغب تو غادي الجامعه تاخذ قرار صارمه يمنعوا التنقل في النهايه وتجنبوا هذا المشكل كما يديروا الدول الاوروبيه غير بخصوص القرارات الاخيره تتمنوا الصحافه يجيبوا لنا هذه اللجنه هاد العلماء ديال الدوله هذا ماشي مشكل القانون خصو يطبق على الجميع غير يفسروا لنا علاش ان فريق الرجاء البيضاوي يتاق برات الماتشات وجمهور فريق بركان اللي اقتحم الملعب ودمر محتوى الملعب ودمر الشبكه وابرام النار هذيك تسمى جنايه كاع ما نهضروش فيها ابرام النار في الكراسي تعطيه جوج انا هنا حيف راه واحد حيف كبير فريق ديجا عنده مشاكل ومن تشوف دو ميجور تيطبقوا على جوج فروق وتشوف بانه هذا الفريق دار واحد الشهر اكثر من فريق اخر وتعطي جوج شنو المعنى ديالها؟ نعم يجوا العلماء ديال يفسروا للناس فوالا ها علاش عطينا لهاد الناس اربعه علاش عطينا لهاد الناس جوج والمعايير اللي خدامين بها يمكن نقول شنو هي هذا سؤال متفق معاك اللي غير قلتي تبداو في كل بطوله وخصو يطبقوا على كل شيء بواحد العدل دابا شنو كاين واحد الفئه كبيره من الجماهير غير واعيه تزيد تهجج الوضع نعم تزيد تهجج الوضع وفارق عنده مشاكل ماليه وخصنا نشوفوا شي عقوبات اللي بديله ما معنى تبقى تعاقب فقط دابا الرجاء راه جينا وصلوا راه وصلوا دابا مع شحال لقاء غير بدون الجمهور واش هذا هو شنو الرقم قيمه وصف البطوله بهذه المسائل هذه عقوبات نعم ما يمكنش على فريق راجع جينا غير ودخل 80 مليون في الماتش راح حلو 1 مليار و200 اللي طاح فيها متفق معك متفق معك وتكلم عليها حتى الناطق الرسمي ديال الرجاء الرياضي وقال بانه هذا القرار يمكن انه غياخذوا استئناف وغيستأنفوا هذا القرار نعم شو السعادة خاصة الجامعة رئيس الاقجاع خاصو يضرب هذا اللجان ما يبقاوش يسيئوا الصورة ديالو متفق معك هذه نقطة مهمة هذا العام راه بزاف فضائح الاقجاع خاصو يدير واحد النقد ذاتي لنفسو ويشوف بزاف القرارات اللي خاصها تغير راه الروينه ما يدافع هذه البطوله واش خاص يتبدل هذاك القانون ديال 10 فريق لا يجي لا ما عندوش 10 ملاعبين عادي والله الا غنتفق معك لانه هذا نقاش اللي مهم من الاسباب انه الجمهور يفقد الثقه في الاجهزه ديال كره القدم هو عدم تطبيق القانون وانه المعامله بالمحاباه هذا مع وهذا علاش وصلنا لهذا المستوى راه ما يمكنش اننا نزيدوا القدام وندخلوا للاحتراف وحنا كنشوفوا متى والجمهور كيجبد لك واثقه كيقول لك ها واقع والجامعه ما كاين والو ولا هذا اللجنه ما كاين والو ماشي مشكل شوف حنا شوف لجينا نهضروا على اللاعبين اللي هذا الشيء ديال 10 المباريات هذا موضوع اخر وغنديروا ليه حلقه واش مع هذه القضيه ديال ان تبقى 10 المباريات لانه فقط دار واي اللي دار رمضان راه حشومه خاصك تحيد هذيك 10 المقابلات خاصك تحيد ولكن بزاف من الدكان راه حطوا واحد الريغل ديال الجو هذو بداو الفراقي كاملين علاش حنا بعدا البطوله الاحترافيه راه ماشي احترافيه علاش لان اصلا ما تنقولوا فوتو احترافيه هي وحدين غادي يروح تصفق ديال 100 متر وكل شيء طاق كتنطلقوا في بلاصه وحده راه جينا نهضروا على الدعم علاش مؤسسه وطنيه تعطي الدعم فريق وفريق اخر هذا الموضوع شكرا عادي علاش ان فريق ما كنعرفوش كاع الماليه ديالو من جايه زعما ذاك الاسم ديالو مدعم مع سلطه بزاف هضره وعنده واحد التدخل بسيط اخر الله يرحمك الوالدين ما اثر انتباهي الاسبوع الماضي في فريق الرجاء بركان هذاك فريمون كيتسنى واحد المذيع بلا ما نهضروا عليه راك عرفتي تيقول بانه السي لاباكونجي عذبهم مارك عليهم سجل عليهم هم وتشويش كتتعلق على فريق مغربي وفريق موزمبيق باش شنو ليلى لا لا خصك تكون داكشي الحياتي وزيد تيقول لا 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 زيد تيقول بان الفريق اللي غادي يطيح مع الفريق الثاني 6 نقاط راه تكون ديك النزاهه شويه الادبيه وقول ان الفريق الثاني باقي 3 نقاط ناقصين حشومه انا متفق عادل هذاك مشكل اخر ونتمنوا نرجعوا ليه انا تكلمت عليه ديك الحلقه وقلت ودي الانسان هو اللي يمشي قابل خدمته ويدير الدور ديالو كما هو وصافي زعما شنو هي
عذبهم سجل عليهم مرمدهم هم 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 وستة تبر مع فارق موزمبيق راه فارق مغربي توا يمكن ان عادي لان انا رايي انه بكثر ما غنبقاو نهضروا عليه ربما كنخلقوا انا ما بغيت فهمتني وشوف وشوف مازال باقي راك واتي مشيت هضر مع السي جبارين عطينا الحقيقه لا لا كناني 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 ان شاء الله قول لي علاش مع قال حق برك عادل عادل داكشي ديال ماشي معقول عادل توقع مني ان شاء الله البرنامج غادي يكون وغادي نناقشوا في مواضيع ديال التاريخ الفرق الوطنيه وهذا واحد شكرا شكرا عادل على المداخله ديالك اكيد مشاهدي الكرام تعاليق كثيره قال لك ما يا يونس ما بغي اللون كتبتيها بطريقه افضل كنت نقدر نقراها ديال ان خصك تكون مع للاسف سي مفتاح تريد تغطيه الشمس بالغربال الرجاء العالمي نادي الامن نادي مستهدف من الجامعه ولا من العصبه لا اعتقد لا ماشي عرفتي ملي كنجيو راه شوف يجي شي واحد اللي يقدر عندك مع عداوه عندك مع عداوه وشويه هو في مستوى ولا عنده بوست مزيان ويجي واحد يظلمك تقول راه مصيفطوا ليا فلان ما نديروش النيه نقراوها من نقولوا انه كاين خطا القرار متفق معكم انه فيه نوع من يجب مراجعته انا هذا نتفق معك ولكن باش نقول ان مستهدف خص ادله ما يمكنش ان واحد يجي ساش يستهدف شنو يدير زعما المهم نواصلوا النقاش قال لك جمال سعيد الناصري شنو دار الرجاء هو اللي قال لهم لا 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 هو ما واحد ما هضر اخويا على الناصري بانه كذا زعما باش نكونوا واضحين ما نقولوش ثاني شي حاجه ما كاينش حتى واحد ما جا جوا مدوى على القجع يريد تخريب الرجاء لا لا مفتاح كون محايد ودافع على المؤسسات هل انت مع ان الجامعه او المديريه لهم دن في مواقع في لا شوف زياني باش راه لست مع او ضد انا اقول بان القرار اللي تعطى في حق الرجاء مقارنه مع قرارات اخرى يجب مراجعته واش هذه بانت لك انني مع الرجاء رايك الا بانت لك هذه اذا ملي قلت على ان الوداد تي جي في ولحد الان النتائج مزيانه وغدا الامور مزيان وهو الاقرب للقب 20 انا مع الوداد فاحنا كنتكلموا اخي بالمنطق وبالعقل بداكشي اللي كيبان ما كنقولش ان الجامعه تساهم او الجامعه راه مستهدف الرجاء أو انا ما قلتش هادشي وما انا بالعكس قلت بان ما يمكنش اننا نقولوا هذا راه مستهدف من طرف هذا وهذا لا كان شغب يجب العقوبه ولكن القانون نكونوا تحت القانون سواسيه كاع الفرق بحال بحال هذا اربعه هذا اربعه هذا جوج هذا جوج متقش كل واحد تعطيه على هواك هذا هو النقاش غنرجعوا نواصلوا هذا النقاش هذا قال لك عقوبة مستحقة للرجاء والجيش للجيش اللي مظلومة رئيسي عبد الرحمن ملك قال لك الله يخلص كل واحد هذا فؤاد المهم مشاهدي الكرام نعطيكم بسرعة البرنامج ديال الدوري الإنجليزي أبرز المباريات اليوم وغنرجعوا نواصلوا النقاش نعطيكم المباريات اللي غيتلعبوا اليوم على مستوى الدوري الإنجليزي فالمباراة ديال توتنهام والأرسنال غتبدا مع الوحدة أونس غنرجعوا نواصلوا النقاش ديال الموضوع ديال الحلقة قلت ان توتنهام تلعب مع ارسنال بدايه من الواحده والنصف اليوم مانشستر يونايتد غتواجه ساوثهامبتون بدايه من الرابعه زوالا ويوم غد هناك مباراه ليفربول وايفرتون المباراه اللي غتجرى بدايه من الخامسه والربع نعطيكم بسرعه ترتيب ديال الدوري الانجليزي باش نرجعوا نناقشوا الموضوع ديالنا ليفربول في الصداره ب 69 نقطه المان سيتي ب 68 نقطه الدوره 28 بطبيعه الحال والدوري اللي تلعب الان هي الدوره 29 توتنهام في المركز الثالث ب 60 نقطه ليفربول قلت ان 28 مباراه 21 فوز 6 ديال التعادلات وخساره واحده المان سيتي 28 مباراة 22 فوز 2 ديال التعادلات و4 ديال الهزائم على مستوى ترتيب الهدافين فنمشيو للترتيب ديال الهدافين سيرجيو اغويرو اللاعب ديال المان سيتي ب 18 هدف صلاح لاعب ليفربول ب 17 هدف ولاعب الارسنال اوباميونغ ب 16 هدف فيما هاري كين لاعب توتنهام ب 15 هدف هذا فيما يخص الدوري الانجليزي نواصلوا النقاش معكم حول الموضوع بطبيعه الحال قلت على انه قال من التعاليق خويا راه حيدوا اهداف صحيحه للوداد باش يحسبوا باش يحبسوها واخا هكاك الوداد تغلبت على كل الصعاب وها هي في الطريق الصحيح هذا هشام اتفق معك ان الوداد هو بدوره عانى من الحاله من اخطاء تحكيميه كثيره ولعل راه الجمهور كيعقل عليها بشكل كبير ولكن الوداد اللي يمكن ان الفريق الحاد
لحد الان لاعبين عارفين فين غاديين كونسونطرين على انهم يلعبوا البطوله وكذلك دوري ابطال افريقيا. برافو، لان هكذا خص يكون الفريق، يعني التركيز. وراه شفنا اخر نتيجه هي الفوز على مولوديه وجده في مباراه اللي ملعب لا يصلح لاي شيء الا لكره يصلح لاي شيء الا لكره القدم للاسف. مكالمه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكون معك؟ يونس من مدينه الدار البيضاء. يونس من الدار البيضاء، مرحبا، تفضل. اول شيء تحيه لك اخ مفتاح وتحيه للمستمعين الكرام. لا لا يخطيك. ثاني شيء بخصوص السؤال اللي طرحتيه، ما هو سبب في عدم تقبل القرارات يعني اللي كتصدر من الجامعه الملكيه؟ هذا السؤال وكذلك علاش فقدنا الثقه في الاجهزه؟ تفضل. يعني السبب مرتبط، السؤال مرتبط بالاخر، فهو السبب الرئيسي والواحد والاوحد هو ضعف هذه الاجهزه بحد ذاتها. علاش؟ نفسر لك علاش اخويا مفتاح. لانه كانوا كيصدروا بعض القرارات وبعض الانديه كتتجاهل سياسه البكاء والعويل، وكنسمعوا له وكنتراجعوا. فكنظن ان الجامعه خاص تكون واضحه وحاسمه وجازمه في الاول ديال البطوله. اللي ما قادش يلعب واحد العدد ديال المباريات ما يمشيش يدخل بزاف دواجيات، ماشي يدخل بزاف دواجيات يبقى يقول لا اجل لي هذا، لا خلي لي هذا، لا هذا، وكيعتمد على الزخم الجماهيري. انا كنهضر بحد سواء يعني بالتشطيب على الرجاء والوداد رغم انني ودادي. فاحنا يعني الانديه سوا ديزون كبرى اللي في الدار البيضاء خاصنا نعطيو المثال، لاننا لا الوداد لا الرجاء وقت ما كضرهم شي حاجه كيبداو السياسه لا وانا وهذا، وكيعتمدوا على ذاك الضغط الجماهيري. فالجامعه كتبدا تراجع، وهذا الشيء كيشجع فرق اخرى انها حتى هي تبقى تغوت، لانها كتلقاهم انها مسلكه، ان ذاك السياسه ديال الانسان كيبقى يتظلم والتظلم، وحنا داروا لينا. واسهل حاجه هو تجمع مقطع ديال الفيديوهات وتحطهم وتقول انا مظلوم وانا مستهدف وانا هذا وانا هذا. بالله عليك، مستهدف مستهدف شنو؟ مستهدف انت كتهدد الامن الغذائي ديال البلاد. يعني خاص حتى الجمهور يرقى شويه بالمستوى الكروي ديالو، لاننا هادشي كاع ما كنشوف. عمرني انا ما شفت بورتو نايضا كيقولوا مع الصباح اف سي بورتو اللي في البرتغال اللي حنا فريق مستهدف. خسروا ديربيات مع سبورتينغ ليسبون مع بينيفيكا باخطاء تحكيميه والعكس صحيح، عمره ما فاق الصباح قال انا فريق مستهدف. ولكن هذه القضيه ديال المستهدف راه ماشي غير الراجل اللي كيقولوا، راه في واحد الفتره من الفترات حتى الجمهور ديال الوداد قالها، حتى جماهير ديال الحسن قالوا، حتى جماهير ديال الكوكب قالوا. انا هضرت معاك كودادي وجبدت الفرقه ديالي هي الاولى. الفريق ديالي هو الاول، قلت لك الوداد والرجاء بجوج على حد سواء. فهمتي فوالا باش باش الجمهور يفهم، لان كاين اللي كيقول لك بانه في هذه الفتره مثلا الرجاء كتعاني، يقول لك كاين اللي كدوي على الرجاء باش حتى الناس تعرف فين كتدوي وشنو القصد ديالك. تفضل يوم. احنا كنهضروا كغيورين على كره القدم الوطنيه. برافو. كنحيدوا الانتماء جانبا، والعيب اللي فيا انا الاول نجبدو، ما خصناش واحد اخر يجبد عليا، لان جمهور الدار البيضاء يعتمد على ديك الشعبيه ديالو الكبيره. لا احنا جمهور الوداد لا جمهور الرجاء، كنعتمدوا على الشعبيه الكبيره ديالنا، وحنا هما المثال ديال باقي الفرق. فالفرق الاخرى فاش كتبغي تقتدي بهم غتقتدي بالقطيره. يعني الا شافوا مكاتب مسيره تبكي وتعوي وكل وقت كتبقى تقول لا وهذا، وديما تتعلق السبب ديال الفشل ديالها بامور اخرى اللي ما قادرش على شي حاجه ما يدخلش لها. يعني هذا ضعف المكاتب المسيره وضعف جهاز الجامعه. الجامعه خاصها تكون صارمه. اسيدي انت الرجاء، انت الوداد درتي شطاب كنعطي الاخرين اربعه، انت نعطيك 8 د الماتشات، نعطيك 10 د الماتشات باش ما تبقاش تعاود، باش الفرق الاخرى تعتبر انني لا زعما ما كنعطي اعتبار حتى شي فرقه. ولكن صغيره قدام القانون. رجاء غير لان كاين مكالمات اخرى وباقي البرنامج خصني نعطي مواعيد اخرى هي بسرعه. واش ما كتشوفش على انه بهذا الويكلو اللي كل مره ويكلو، واش ما كتشوفش لان راه هذا ماشي حل؟ راه هكا راه زعما بحال كنخربقوا، لان ملي كتعطي ويكلو كتعاقب النادي، ولكن الجمهور اللي داير راه كيمشي للدار زعما عادي، الا دوك اللي كيتشدوا ولا دي ربما كيكونوا ما ساهموش كاع، كاين اللي مسكين تا دايز وسط منهم غادي هربان حصل فيها، ولكن اللي كيديروا الشغب فين العقوبه بحقهم؟ فيناي؟ اتفق معك خويا مفتاح، الويكلو ماشي هو الحل، ولكن مادام في القوانين في لي تيكست دو لوا ما عندناش شي حاجه من غير الويكلو، يطبق بقوه كبيره على الرجاء والوداد، ويطبق بقوه كبيره على الفرق الكبرى، بس الفرق الصغرى تعتبر. اولمبيك اليوم اليوفا ما عقلاتش عليها.
لا برافو عليك والله الى مداخله ديالك في محلها، برافو وتحليل منطقي وعقلاني، وكنبغي الجمهور الواعي. شكرا بزاف يونس، واكيد انه ودادي وتكلم على انتقد فريق ديالو وانتقد كل الفرق، برافو تحيه لك. وهكا كنبغيو الجمهور ديالنا انه يكون واعي وحاس بالمسؤوليه اللي عليه. الاجهزه اللي مكلفه كتخدم باك صاحبي ابو صالحه، كلام منطقي هشام على المتداخل اللي معنا، كلام برافو. تحيه لهذا المتدخل، شكرا بنو عراب. يجب تفكيك العصبة الاحترافية لأن وجودها مثل عيب. واو الديرة هي ما موجوداش أصلا العصبة الاحترافية كدير شي حاجة بعدا، ما أنا ماشت قرار ديالها وصافي. على العموم نعطيكم بسرعة مشاهد الكرام برنامج المباريات ديال الدوري الإسباني، وبعد ذلك نناقشوا ونعاودوا ناخذوا مكالمات لأن كثيرة باش يمكن نبقاو في النقاش ديالنا. الدوري الإسباني مشاهدي الكرام، فأكيد لا حديث إلا عن كلاسيكو الأرض أو كلاسيكو العالم أو كل واحد وكيفاش كيحلو أنه يسميه، بين البارسا والريال اليوم مع 48 دقيقة. هل ستؤكد البارسا قوتها خاصة بعد الفوز الأخير في كلاسيكو ديال كأس ملك إسبانيا، وتفازت البارسا 3-0 وتأهلت للنهائي أمام فالنسيا، أم أن الريال ستعود وتنتصر في هذه المواجهة على الأقل ليحف دمائي الوجه. المباراة الثانية ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال مع الرابعة والربع، وأتليتيكو مدريد ريال سوسيداد يوم الغد بداية من السادسة والنصف. نمشيو للترتيب ديال الدوري الإسباني في الرتبة الأولى، هناك كما تشاهدون البارسا في الصدارة بطبيعة الحال، لا البارسا يمكن أنه 17 فوز 6 ديال التعادلات و2 ديال الهزائم، يمكن نقول أنه البارسا تسير بخطى ثابتة في اتجاه تحقيق البطولة، خاصة بعد أنها تمكنت من التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا. أتلتيكو مدريد في المركز الثاني، والمركز أمامكم برشلونة 57 نقطة، أتلتيكو مدريد 50 نقطة، وريال مدريد 48 نقطة، فيما خطافي ب 39 نقطة. بالنسبة للترتيب ديال الهدافين بالنسبة للدوري الإسباني، فبطبيعة الحال كانت البارسا في الصدارة، فميسي في الصدارة ب 25 هدف، يمكن نقول أنه ما كاينش منافس ديال ميسي في الدوري الإسباني منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى اليوفي، فالميسي في الصدارة ب 25 هدف، سواريز في المركز الثاني ب 16 هدف، وسواني لاعب خيرونا ب 15 هدف. هذا هو الترتيب ديال الهدافين ديال الدوري الإسباني، وبعد لحظات غنعطيكم إن شاء الله البرنامج ديال الدوري الإيطالي والألماني، وغنمشيو للبطولة الوطنية بقسميها الوطني، قسميها الأول والثاني. نواصلوا النقاش معكم. قال لك والله البطوله بلا مغرب فاسي ونادي القنيطره بطوله ناقصه، نتمنى ان شاء الله غنتكلموا على القسم الوطني الثاني. نهار السي اللي درتو الشغب في الرباط عطاكم غير ماتش ويكلو، راجا ما دارتش حتى النص اللي درتو نتوما، هذا كنتكلموا على العقوبات وهنا هذا هو السؤال، علاش راه داك التمييز هو اللي كيخلق هذا المشكل، لانه ربما كنبداو نفقدوا الثقه ديالنا في الاجهزه اللي كتسير كره القدم الوطني للاسف، وشي ما بغيناش. عبد الاله كيقول لك القجع ما دايرش خدمته، يمكن انه حتى راه المشكل ديال انه راه ماشي القجع هو كل شيء، القجع اللي كانت القجع لا، كاين اللي جان كل واحد والخدمه ديالو، ولكن هذوك اللي جان ما كيديروش خدمتهم خص القجع يتدخل، صافي زعما واضحه، ميمكنش انه زعما انا داير واحد خدام قبل الخدمه ديالو وانا نبقى تابعه، ولكن هذا لا يعني انني ما نحاسبوش فيما بعد. كنشوف الناس كتكلم هذا القرار ماشي مزيان، هذه ماشي مزيان، اجي اسمع محمد كيفاش خديتي هذا القرار، هذا علاش خديتي هذا، كيف اعطيني المعايير، صافي ما نطلب منك والو، ولكن باش اللي كتبغي تتكلم على هذا الموضوع اللي الا كتبقى واحد بالله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم شكون معايا؟ معك رشيد من كافا خويا. مرحبا خويا رشيد. تحية لكم وتحية للطاقم اوريزون طيبين. لا لا يخطيك خويا تفضل. خويا نتاع بغيت نقول لك اخويا ان القضيه ديال الاستهداف ديال فريق الرجاء، انا كنأكد هذه القضيه لانه فريق الرجاء مستهدف، ما تقاطعنيش اخويا محمد بن سعد الله يجزيك بخير باش نشرح لك. لا شوف اتصنت لي سي رشيد، انا ما نقاطعكش وغنتصنت لك وغنسمع كلامك كما هو، زعما انا ما عمرني قطعت على شي واحد. تفضل رشيد. سؤال حيت انتم طرحتوا السؤال في البرنامج حنا خصنا نجاوبوا. جاوب؟ يجزيك بخير
بالنسبه تفضل جاوب انا علاش طرحنا السؤال باش ناقشوه معاكم وتجاوبونا زعما عادي تفضل رانا سمح لي من نهار جات هذا الجاني حدا القزح اللي جات عمر الرجاء والجمهور ديالك تعرف بشنو هو الكلوات من الاجون ديال هذا القزح من بعد من جاب القزح انا نحسب لك شحال من ويكلو عطى الرجاء في هذا الجاني هذه 14 ويكلو 14 ويكلو تخيل شحال من المداخل اللي تحرمت من الفرقه ولا جينا نخدموها راه جايب شي مليار ونص ولا شي مليار بالله عليك وكتاب الجميع اللي خاصها تعاون الفرق باش انها تخلص الازمات ديال تخلص الكريديه الدوله كتعاونهم بهذه الطريقه هذه انا غادي نعطيك هذاك التدخل ديال هذاك الولد اللي كان قبل مني اللي كيقول لك ولكن رشيد ابقى معايا في النقطه ديالك الله يرضي عليك وما نبقاو حيت الا جينا غنعقبوا على بعضنا لا رشيد ناقش معك الموضوع اللي انت اتصلت رشيد رجاء اسمعني رشيد اسمعني واسمعني ونخليك تهضر ما نقاطعك مولا اسمعني رجاء غير بالعقل وغنتفاهموا دابا نبقى معك في النقطه الاولى رشيد اخ اسمعني وخلينا ندوي واحد محمد من ساعه ضرب عمر رشيد اسمعني نقش معك النقطه اللي هضرت هي الاولى ودوز للنقطه الاخرى رشيد اسمعني رشيد اسمعني انت قلتي لان الرجاء في العهد ديال القجاع خدات 14 ويكلو ياك رشيد نعم بقى معايا في هذه النقطه هذه ومن بعد بلا عصبيه بلا تشنج زعما نسمعوا لبعضياتنا وربع على الاقل غنتفاهموا دابا قلتي قلتي الجامعه عطات 14 ويكلو للرجاء في العهد ديال القجع ياك نعم وقلتي ان من قبل ما كانوش كاينين ياخذوا ويكلوات انا غنجاوبك اسمع انا غنجاوبك نقول لك اودي واش هاد الويكلوات تخداو بلا شغب لا ما كانش ويكلو بلا شغب ما كانش فيكم هادشي ما كانش فيكم هادشي هادشي هذا اصلا انا نعطيك انايا الراجل الجمهور ديال الرجاء العام كنداري شحال من فوق اللي كيستهدف على انه يشتغل علاش علاش زعما في نظرك غيستهدفوا الراجع علاش في نظرك علاش زعما غيديروا هادشي للراجع علاش ما تقولش اسمو محمد ويش علاش بالضبط كل عام في هذا الوقت هذا بالضبط علاش تقول فيه علاش تقول على نفسك واش خلينا ما محمد ويش وقفت الخميس سميت وقلت لك الراجل راه مستهدف رشيد تصنت لي رشيد انا راه ملي غتصيفط لي ميساج راه ماشي انا هو القجع غندخل انا اناقش معك انا قلت لي دابا مستهدفه قلت لك فين كتشوف مستهدفه فين بانت لك راه مستهدفه انا نعطيك انا نجيك من الاخر محمد ويش تفضل هذا الاستهداف راه لانك الراجل ما مسكتش معاه السيستم ديالهم وداع واخير دليل على ذلك هو توقيع على المقابله ديال الرجاء والوداد في الامارات وهذا الشيء كامل في الرد في الصرف كيردوا في الصرف شوف الجهه ديالك شوف السي محمد النساء حنا راه ولاد الشعب اولاد المغرب راه عارفين بيناتنا شنو كاين رشيد دابا كنضرب صافي راه طبنا رشيد انا راه ما قلت لك والو دابا رايك يحترم ما تصنت لي انا رايك يحترم وما غنقولش لك رايك ما تقولوش ولا رايك هذاك انت بانت لك هكا رايك زعما ولكن بالمنطق وبالعقل واش كتشوف لان اولمبيك اسفين اللي وقفوا لها الجمهور حتى هي من المباراه ديالها مع الكوكب واش حتى هي مستهدفه اولمبيك اسفي راه من نهار جات القعده اول ويكلوات كيتعطاو هو هذا العام هذا حيت يلا داروا الشغب لا حيت داروا الشغب حنا راه كل عام السي محمد مرتاح ورشيد وراه كان شغب رشيد الله يهديك اصاحبي واش داكشي اللي وقع في مراكش ما كانش شغب ونكونوا واقعيين حنا كنتكلموا العقوبه مثلا جات بزاف نتفق معاك ولكن باش تقول لي راه كيوقفوناه هكاك لا كان شغب باش وقفوا الجمهور اذا المشكل في القرار اللي فيه ربعه ديال المباريات نتفق معك انه بزاف ولكن باش تقول لي لا راه كيعاقبونا غير كاك لا باش نكونوا واضحين حرام بدات هذيك الشراره بدات ديال نهار الماتش ديال جيش بدات نهار الماتش ديال بركان راه بدات نهار الماتش ديال بركان راه تلاحوا فيديوهات راه خصكم تشوفوهم اسمح لي راه كتجيو كتهضروا في الاعلام وما كتشوفوا والو غير كتجيو كتهضروا كطرحوا عودوا تقلبوا في لي ريزو سوسي راه كتلاحى ديال الله اسمح لي راه بدات شراره نهار الماتش ديال بركان بدات الابتزازات ونهار ديال الماتش ديال شكون اللي استفز نهار الماتش ديال بركان؟ كامل استفز الجمهور ديال الرجاء، الناس كتحتفل تماركا البيت ديال الثالث بقات كتشجع شعلوا لي فلام توقف بينهم في الباب، باغيين يدخلوا عليهم لداخل، راه هما الحيطه والحاضر، والجمهور ديال الرجاء راه ماشي شحال من ماتش دار لي شحال من فخ، الماتش ديال خريده، الماتش ديال اكادير، الماتش ديال شحال من ماتش، كانوا باغيين يديروا في الديربي في مراكش، وهذا الشيء كامل انتم عارفينه. انا شوف شوف رشيد باش نقول لك باش نكون معك واضح زعما باش ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربه اللي قلتي راه هادشي اللي كتقول حتى انا والله ما عارفه وانا نكون عارفه غندوي عليه انت عارف انه شوف اسمعني يا رشيد
دابا انت عارف من حقك احنا كنتصنتوا لك، ولكن باش تقول لي انا عارف وما باغيش ندوي عليه، راه ما ناقش كاع هذا الموضوع زعما كاع عادي نجي انا ونناقش البطوله شكون غيربح الوداد 45 راجل 28 ونناقشوا داكشي ونشوف عنا. حنا كنناقشوا مواضيع اللي متسافدوا من بعضنا البعض، كل واحد يعطي وجهه النظر ديالو، اما انه نجيو نقولوا لا راه الاعلام عارف وما باغيش يقول، لا حنا كنناقشوا معكم، علاش كنناقشوا دابا؟ اسمح لي نتعاون في ذكر بغيت تعقب على داك الاخ الودادي، انا ما نعرفش شحال اللي هو كيقول على انه على البكاء والشكا هو بغي يدخلنا بالويداد باش يدخل الويداد على قبل انه بغي يعطي الراجا شي. لا 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 قال لك ودي حتى وانا قلتها ليه، وانا قلتها ليه، قلت ليه حتى الويداد بقى فيكم الحال شحال من مره ودويتو وبكيتو وغوتو عادي وتقبلها. قلت لك اسمع من اللي تعاون نقول لك علاش، هو فريق الكور مره هو اللي مستفد عادي جدا من حقه يقول اللي بغاه من حقه، حيت اصلا كون ما نكون يطبق القانون كون بغينا نكون صح في القانون راه ما خصنيش يكون رئيس ديال الفريق يكون هو رئيس ديال العصفه، خصني نورمال راه هذا 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 رشيد هذا صراحه موضوع غنطرحوه ان شاء الله ديال انه خصو يكون لا رئيس الجامعه ولا العصبه ولا اي واحد يكون بعيد عن الفرق ديال الوطن البطوله الوطنيه باش يمكن التساوي ويكون افضل. رشيد لان خديت معك 7 ديال الدقيقه رشيد لانه كاينين الناس كتسنى باش غير هذه النقطه حيت نورمال على ان رئيس فريق ديال الفريق ورئيس عصبه غادي يموت للتشكيل وغادي يجلد حكم الجزائر اللي هو حكم كبير هو الاحسن كنديرو هو في جيد هو اللي صراحه الحكم كبار وكتجلدو وكتعطيه عقوبه وما غادي تعطيك شكرا رشيد. رشيد خليتك تكلمتي شكرا بزاف، لانه باش نخليو وقت اخر ومازال عندنا البرنامج مملوء. شكرا بزاف رشيد على المداخله ديالك، غير لانه كنحاول ما امكن ان كل واحد نخليه يقول داكشي اللي عنده، ولكن رجاء نكونوا نتكلموا بالمنطق، راه ما نتكلموش بالتاويلات. ودادي حين قال كنا كنكورك قدوا، لا لا هو قال انا ودادي والفرق القاطره ديال الدار البيضاء الوداد الرجاء الجيش خصهم يكونوا قدوه، فعلاش حنا نفهموا واحد حق الرجاء كيبكي دابا ولا كي لا يهديكم التأويلات شويه راه والله العظيم اللي كتخلينا اننا نعيشوا المشاكل والفتن. على العموم غنواصلوا النقاش ديال الموضوع لانه يمكن انه مداخلات كبيره وكثيره، عفوا لان الهاتف كاين نمشيو للدوري الايطالي بسرعه نعطيكم البرنامج وبعد ذلك غنواصلوا معكم النقاش ديال حلقه اليوم. الدوري الايطالي مشاهدي كان ابرز المباريات، فكاين اسي ميلان ضد ساسولو اليوم بدايه من السادسه، المباراه ضمن الدوري الايطالي الدوره 26. كاين هناك روما ضد لاتسيو اليوم بدايه من 8:30، وكاين نابولي اليوفي مباراه اللي غتجري يوم غد بدايه من 8:30. هذا فيما يخص ابرز المواعيد ديال الدوري الايطالي. في مستوى على مستوى الترتيب ديال الدوري الايطالي مشاهدي الكرام، فالرتبه الاولى اليوفي ب 69 نقطه من اصل 25 مباراه، ففاز ب 22 تعادل 3 ديال المباريات وبدون هزيمه حتى الان، الرصيد ديالو 69، يمكن ان نقولوا الامور اصبحت واضحه على مستوى الدوري الايطالي. اليوفي تغرد وحيدا في الصداره بعيدا عن نابولي اللي كيحتل المركز الثاني ب 56 نقطه، انتر ميلان ب 47 نقطه في المركز الثالث، واسي ميلان في المركز الرابع ب 45 نقطه. على مستوى الهدافين مشاهدي الكرام بما يخص الدوري الايطالي دائما، ف إلا كانت مرة أخرى اليوفي كتحتل الصدارة، فرونالدو لاعب اليوفي يحتل صدارة ترتيب الهدافين ب 19 هدف، في المركز الثاني بياتيكا لاعب أسي ميلان ب 18 هدف، في المركز الثالث فابيو لاعب سامبدوريا ب 17 هدف، هذا فيما يخص الدوري الإيطالي. نواصل النقاش. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سي محمد. نعم أسيدي شكون معايا؟ معكم رشيد مدينة تازة. مرحبا سي رشيد. بس نجاوب على بغيت نشارك في هذا الحوار في هذا النقاش على حسب السؤال اللي طرحته. يعني غنشد من واحد الزاويه اجتماعيه ونفسيه. زيد دونك كاين واحد المشكل حنا في المغرب، كاين واحد الحاجه واحد البرامج الشعبويه. كاين شعبويه، كاين واحد مجموعه ديال الناس اللي ما كيبغوش يقولوا الصراحه. كيقولوا الزواق. ونعطيك بعض العناصر كاين اولا قبل كل شيء الاعلام. كاين واحد المجموعه من الاعلام اللي ما كيقولش الصراحه، يبقى يجمل باش يبقى دائما عنده واحد باش ما يفقش واحد الجمهور، كيبقى ديما كتلقى كيقول له غير داكشي اللي بغى يسمع. فهمتيني؟ ما كتلقاش يعني واحد الصحفي واحد المحلل معروف عنده واحد الباج فيسبوك وكتلقى فيها دوك لي سيبورتير دوك الجماهير داين اللي كقول غادي كنقول مخبعين وجههم كيقول لهم اسياد المدرجات هذا
يعني كي يعني ما كيحاولش يعني يقول لهم الصراحه، يقول لهم راه هذه كره القدم وراه هذه راه غير لعبه وداك الشيء ديال الفدائيون وداك الشيء داك الهضره ديال الحرب عندنا ما نديروا بها. لا ولكن رشيد نعم يمكن انه النقاش اللي مشينا فيه وممكن هذا خطا رايي انه خطا. علاش؟ لانه ولينا كنصنتوا لشي حوايج اللي كنهتموا بها اكثر ما كنهتموا بالواقع. دابا انا واحد غيجي مثلا يقول جو سي با شي كلمه عاديه مثلا ابطال ولا اي حاجه، راه هو قالها بناء على ذاك السياق اللي هو امامه، يعني في ديك اللحظه مثلا اللي غيسجل. نعطيك على سبيل المثال ما عرفش مثلا الهدف ديال بدر قداري الاخير امام بلديه وجده، هدف اللي ممتاز ورائع، ممكن انك تقول هدف ملي غيتسجل امامك تقدر تقول يذكرني بهدف لي مثلا كارلوس ولا ما نعرف. فجات في السياق قالها، ولكن حنا علاش غنهتموا بها؟ هذيك جات في السياق مشات، حيت الا عاودتي عطيتيه الماتش هذاك الصحفي ومباراه اخرى وكذا ما تقدرش تجيه نفس الكلمات. وبذلك حنا اهتمينا باشياء وبدينا حنا كنعولوها. اخويا يقول اللي بغى يقول، انا عارف راسي شكون انا، راجع انا وداد عارف، علاش غنتسنى شي واحد اخر يدوي؟ لا غير اسمح لي، راه كنهضر دابا على المتفرج العادي، المتفرج المراهق، ما كنهضرش على المتفرج اللي شويه اللي واعي واللي ذاك اللي كتب افيستي، راه كنهضر على المتفرج على قد الحال في المستوى العلمي وذاك الشيء. هذا هو المشكل. هذه عرفت كتمشي العنصر الثاني هو المسيرين، راه كاينش المسيرين ما كيهضرش بالقرارات، والمدرب كتلقى يقول في الدول الصحفيه راه حنا تعرضنا لمجزره تحكيميه. وملي كنقلبوا في لي فيديو ولا كيجي لك الخبراء تيقول لك السير بالعكس، راه هو كان افونتاجي بار اربيتراج. دونك هذه المجموعه ديال دابا يعني واحد كاين واحد المنظومه كلها ما كتقولش الصراحه، كتحاول تخبع مور شو مزائي باش توصل باش هذا. وذلك وهاد التراكمات اللي وقعت ومسيرين المسيرين دابا، وذاك المسيرين اللي كيقولوا لا راه حنا كنتظر مؤامره داك الشيء. دونك هاد مجموعه التراكمات كتجعل بان الراي العام الوطني، الراي العام الوطني ما بقاش كيتقبل القرارات ولا كيشك في المصداقيه، اي حاجه كيبدا الاخر. وهذا الشيء بغيت نقول لك ان احنا الدول العربيه بصفه عامه عندنا واحد القضيه ديال نظريه المؤامره، وكيعجبنا نعيشوا دور الضحيه. يعني كيعجبنا دور الضحيه، كنقولوا مساكين احنا الفريق ديالنا يعني مستهدف وهذه كيعجبني ذاك الجو بحال كيريحنا، ما جبدش شي لقب ولا شي حاجه، نقولوا راه حنا الجامعه ولا مثلا مجموعه ديال الناس راهو مستهدفونا وكدوز بخير ولا خير وحنا كنكونوا مرتاحين مع نفسنا. حتى كنرتاحوا ذيك القضيه يعني كنرسل سوت على العوامل النفسيه والاجتماعيه، ما نهضرش على العوامل الاخرى باش ندقق في هذه المسائل هذه. نعم، شكرا جزيلا على المداخله ديالك، واكيد كاين هنا كي قلتي مجموعه من الامور المتداخله. السلام سي مفتاح شاهد عيان يقول ان البوليس في الرباط بغاو يخرجوهم صحه مع من التيران بنفس الوقت مع خروج رباطين. انا كنت في اكادير الماتش الاول ديال الرجاء، سدوا علينا وخرجوا ولاد الحسنيه ملي خرجنا بداو يهرسوا. شوف دابا حنا رجعنا لواحد النقاش ديال انه كنقولوا جمهور الرجاء داير ما دارش، هذا ماشي هو المشكل، داير ما دارش حاجه اخرى، موضوع اخر. حنا كنتكلموا انه هاد الشغب ناقشناه الاسبوع الماضي، علاش وكيفاش، ويمكن انه ساعه ديال الوقت ديال النقاش ونقدروا نفتحوا مره اخرى ان شاء الله في احدى الحلقات القادمه على موضوع النقاش ديال الشغب، لانه موضوع كبير وخا نتكلموا فيه ساعه ساعتين ما غيكفيناش الوقت. حنا ما كنتكلموش على هذا الموضوع. وإلا كان ان للامن دور في هذا الشيء، فراه خصو يتحمل المسؤوليه ديالو، خصو يتحمل مسؤوليته، راه ما يمكنش. لانه اكثر من مره قلناها ونعاود نقولوها، رجاء تطبيق القانون. واش القاصر القانون كيقول لك ما يدخلش؟ زعما واضحه، انت كرجل امن قاصر ما يدخلش. غيجي يقول لي يا سيدي لا راه جا واحد من الجمهور قال له دخلني معاك، وراجلك باش نقول له انا باش نعرفوا بوا ولا ماشي بوا. هذا مشكل، راه ملي كنجيو كنلقاو داك الشيء من داخل، راه كنلقاو حتى الجمهور عنده دور كبير. انت جاي كتفرج، ماشي جاي عندك دري صغير يقول لك دخلني تدخلو، راه ما يمكنش. والنقطة الثانية هو أنه كاين كل هذوك اللافتات ولا هذوك الميساجات اللي كيدخلوا، كاين اللي كيقول لك مثلا لافتات كيدخلوا، كيفاش كيدخلوا؟ راه بطرق، راه ما عرفتش أنا كيف، والله ما فهمت زعما. كاين اللي كيقول لك كيتحزموا بهم، فين هو البوليس؟ علاش يدخلوا؟ شنو الدور ديالك أنت كرجل عام؟ يقول لا أخويا ما يدخلش، أجي وقف تنقلب شنو كاين؟ راه هادشي ما خصوش يكون. إذن راه داكشي متشابك، وبذلك خاص الجمهور يعاون ناس الأمن
والامن تما يديروا خدمتهم ويديروا الدور ديالهم. اللي قاصر ما يدخلش، كاينش باك صاحبي يدخلو خليه حكا راه نعرفو، راه كنعرفو ربع المرات جي هذاك الشيء ودخل للتيران باش نكونوا واضحين وصافي. لان بعض الامور كنشوفوها في الملاعب اللي كنمشيو راه كنشوفوا حوايج اللي زعما داخل بلا ورقه كاع يجيو عدو منين يدوز. سي ادريس السراف قال لك بان لي تخربيق اخويا عادي زعما، بان لك تخربيق زابي وسير ريح تفرج في داك الشيء اللي كيبان لك انت مزيان زعما عادي جدا. المجموعه الوطنيه كانت محكومه لمده 15 سنه من طرف غلام، ديك الساعه كانت هانيه دا ياسين. لا ما راه هذا هو النقاش علاش ولينا كنقولوا هاد الحويجات. كرجاوي اظن ان هناك دائما استهداف ما عرفتش الفكره ديال الاستهداف كيفاش نديرو تنحيدوها، ماشي هاد الفريق ولا داك ولا داك، وانما اللي كتشعدو كيقول لك حنا مستهدفين. شكون المستفيد؟ العلم لله. ملي كتجي تدخل مثلا مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى هاد الفريق كيقول لك حنا راه هذا ضدنا وهذا، يجي فريق اخر تما كيكتبوا ضدنا هما مع من الله اعلم، واش مع هادو ولا مع هادوك ولا على العموم. والله ما زعما مجموعه من الحكم، اعطيني فريق واحد ما تظلمش من التحكيم هذا الموسم، ومع من دايرين هما مع من خدام ما عرفتش، ظلمت كاع الفرق تقريبا، الجديده الحسنيه الفتح الوداد الرجاء كلشي دار تظلم للتحكيم، كلشي كانت قرارات خاطئه عليه ومع من خدامين العلم لله. على العموم نعطيكم البرنامج ديال الدوري الالماني مشاهدي الكرام، بعد ذلك غنمشيو للبطوله الوطنيه بقسمها الاول والثاني. فالمباراه ديال الدوري الالماني، فالمباراه غنتكلموا على المباراه ديال هيرتا برلين وماينز اللي غتبدا مع 3:30. كاين المباراه ديال ليفركوزن وفرايبورغ اللي غتبدا مع 3:30 كذلك. المباراه ديال البايرن ومونشنغلادباخ يوم غد بدايه من 6:30. دابا فيما يخص الدوري الالماني، بالنسبه للترتيب ديال المانيا كدائما دورتموند في الصداره 54 نقطه 24 مباراه 16 فوز تعادل 6 التعادلات 2 ديال الهزائم. البايرن ب 51 نقطه 23 مباراه حتى الان 16 فوز 3 ديال التعادلات و 4 ديال الهزائم. وكاين مونشنغلادباخ في الرتبه الثالثه ب 43 نقطه 23 مباراه 13 فوز و 13 فوز 4 ديال التعادلات و 6 ديال الهزائم. امامكم الترتيب. قال لك شكون كرجاوي لا اظن ان هناك استهداف للرجاء. برافو سي مصطفى والله الا وليتي عرفتي هذه اعتذر سي مصطفى لانه قريتها بالمقلوب صراحه. اعتذر سي مصطفى قال لك كرجاوي وشكرا. انا عجبني التعليق ديالك، ماشي حنت معه ولا ضد، انا والله انا ما كنبغيش شي واحد يقول لي الفريق ديالي مستهدف. انا نكمل نعطي الترتيب ديال الهدافين حتى الترتيب ديال الهدافين وغنرجع نكمل معك. فالترتيب ديال الهدافين ديال الدوري الالماني، لوكا جوفيتش في الرتبه الاولى ب 15 هدف لاعب اوتريخت. كاين الكاسير ديال لاعب دورتموند 13 هدف ونفس العدد ديال الاهداف بالنسبه للاعب ماركو رويس لاعب دورتموند. ف السراف كيبان ليا بديت واقيلا بديت معايا شويه مابقيتش كنشوف مزيان والله الا بديت سي السراف حتى هو كذلك. فمعذره سي السراف ولو انه ما كتبش ليا، ولكن معنا المخرجه ليلى اللي كتقول ليا شوف مزيان اش كيتكتب. والله الا بعض المرات كتبقى كتقرا في شي حوايج حيت صعيب تقرا كاع التعاليق، لانه بصراحه تعاليق كثيره كتورد على الصفحه، ولكن كنحاول اللي جا قدامي كنقرا. فسي السراف شكرا بزاف، شكرا وسمح لي راه كنعاود نقول لك كنعتذر. قال لك اش دخل صحفي في المواضيع في الموضوع. برافو اتفق معك سي السراف، شكرا جزيلا ومعذره مره اخرى. وكنطلب معذره السي مصطفى الحسن اللي من المتتبعين الكرام ديال البرنامج. الناصري والقجع والبام دايرين ما بغاو، هذا السي الحرفي. خاص المسؤولين على التسيير الشأن الكروي من الجامعة وعصبة يكون مستقلين ولا علاقتهم بأي نادي كيفما كان. أنا رجوي اللي خرب يتعاقب. سالينا علاش ملي كنربحو ما كيكونش هادشي،
أتفق معك سي علي، وهذا هو النقاش. النقاش اللي يمكن أنه كنتكلموا عليه أكثر من مرة، وعلى ملي كيكون ملي كتكون العلاقة ملي كيكون الفوز كتكون الأمور عادية وعادية جدا. على الجمهور بركان حرقوا الملعب وهرسوا، ما دخلش الأمن وما داروا ليهم والو. الجمهور راجع دغيا بدا التدخل. عثمان كاين حوايج شفنا هذا الشيء. خويا مفتاح أنت علقت على السيد اللي دخل. خويا مفتاح انا لا مرحبا خويا السراف معذره، انا سي ادريس راه قلت لك معذره واسمح لي لان يمكن ما قريتش التعليق ديالك كما هو. معذره مره اخرى سي السراف، وانا اتفق معك لان بعض المرات كندخلوا في شي حوايج اللي وغندير واحد الحلقه كنوعدكم غندير حلقه خاصه على الصحفي والانتماء ديالو والاعلان على انه ينتمي لهذا الجسم او لهذا الفريق او ذاك، وإلا كان مزيان أنه يعلن على الانتماء، واش حنا قادرين لأن هذاك الصحفي يتحكم في مشاعره لما يكون كيعلق، واش كيكون يتحكم في مشاعره لما كيطيح قدامه ملف يهم الخصم ديالو. هذا موضوع إن شاء الله غنطرحوه في إحدى الحلقات القادمة وإن شاء الله نتكلموا عليه. البرنامج ديال القسم الوطني الأول أبرز المباريات، فكاين اليوم مباراة ديال سريع واتزم الفتح الرباطي بداية من الثالثة. سريع واتزم اللي تعاقد مع الإطار الوطني حسن بن عبيشة. الجديدة الدفاع الحسني الجديد ملعب العبدي يستقبل المباراة ديال الدفاع الحسني الجديد والكوكب مراكشي اليوم بداية من السادسة. واليوم غد الشباب الريف الحسيمي مباراة اتحاد طنجة بداية من الثالثة. الجيش الملكي برشيد يوسفية برشيد بداية من الخامسة المباراة بدون الجمهور. ويوم الاثنين الوداد يستضيف المغرب التطواني بداية من الثالثة بملعب الأبجي. وعلى مستوى الترتيب أكيد كما كتعرف الوداد من أصل 19 مباراة 45 نقطة حتى الآن في الصدارة. الرجاء الرياضي في المركز الثاني 28 نقطة 17 مباراة حتى الآن، وفي المركز الثالث مجموعة من الفرق ب 27 نقطة. اتحاد طنجة 19 مباراة، النهضة البركانية 19، حسنية أكادير 18 مباراة، ومولدية وجدة 19 مباراة، الجيش الملكي 19 مباراة. كل هذه الفرق عندها 27 نقطة. هضر على الناصري والبام والقجاع وتسييس الكرة. كان أكون أكيد غنتكلموا على الموضوع إن شاء الله، نديروا لي حلقة خاصة في القريب العاجل. فأقل من 24 ساعة تأخذ القرار، واش هاد الشيء ما كيخليكش تشك؟ هذا سؤال. السلام عليكم أخي مفتاح. الله من هذا منكر جمهور بركان خرب الملعب الشرفي وحرقوا المقاعد. السلام عليكم أخي مفتاح، فين وصلت القضية ديال الفاخر وأواني؟ هذا سؤال إن شاء الله نتكلموا عليه في حلقات قادمة، لأنه لما كتكلم على فاخر والمشكل ديالو ديال مع القديوي ربما هناك طالب بندوة صحفية وتقديم اعتذار من القديوي على أساس باش يمكن يتنازل على الدعوة ديالو. إن شاء الله تعالى أخويا مفتاح مرحبا أخويا اللي خطك سي السراف. الرجاء خسرات مع بركان ولم تقع أحداث. نسيم نفس الفصول القانونية والعقوبات تختلف. أتفق معك ميدو. البارح تسجل هدف عالمي من عمر سومة لاعب الأهلي السعودي من اللي سال الماتش لاعبي الاتحاد منهم الأحمدي سلموا عليه وحياه، ولجمالية الهدف كانت لقطة رائعة تجسد معنى الروح الرياضية عالي وما أحوجنا إلى هذا المستوى الكبير. سجل عليه هدف مزيان ونجي نسلم عليك، ولكن لا احنا ملي كتسجل وتربع على شي فريق يقدر يبقى تابعك حتى للفيستير يتفك معك بالله والو علاش مارك فيك انت انا وما تماركيش للاسف. البرنامج ديال القسم الوطني الثاني مشاهدي الكرام بسرعه، النادي القنيطري سيواجه وداد تمارا شباب المسيره المغرب الفاسي. جمعيه سلا يستقبل المتصدر نهضه الزمامره. رجاء بني ملال الاتحاد سيدي قاسم الوداد الفاسي الاتحاد الزموري الخميسات الراسينغ اولمبيك تشيره الشباب اطلس خنيفره شباب قصبه تدلا والنادي السلمي يواجه شباب بن قرير لحساب الدوره 22 من البطوله الاحترافيه في القسم الوطني الثاني. على مستوى الترتيب ديال البطوله ديال القسم الوطني الثاني، نهضه الزمامره في الصداره حتى الان بدون هزيمه من اصل 22 مباراه او 21 مباراه فعنده 43 نقطه في الصداره. في المركز الثاني المغرب الفاسي اللي غيرحل لمواجهه شباب المسيره 35 نقطه. في المركز الثالث رجاء بني ملال 34 نقطه. في المركز الرابع النادي القنيطري 33 نقطه. مشاهدي الكرام فبقات جوج ديال الدقائق على نهايه البرنامج. قراو تعاود قال لك واش الداخليه كدعم غير اللي بغات من الانديه، اليس هذا التفضيل هو سبب الشغب والاحتجاج سي هشام؟ ما لا ماشي انا كنتسائل دائما دابا اي حاجه وقعت كيقول لك راه تساهم في الشغب وهي عامل من عوامل. انا اتفق معك لان ملي كتجي مثلا كتلقى مسير كيقول لك حنا مستهدفين، كتجي كتلقى مسؤول ديال الفريق كيقول لك حنا
تظلمنا، كتلقى مسؤول كيقول لك حنا درنا والحكم دالينا، انت كمسؤول ماشي مطالب تجي تقول داكشي اللي كيقول الجمهور، انت خاصك تدافع الفريق ديالك ولا ما قدرتي تسير في حالك. اما باش تجي تتبنى كلام الجمهور وتجي تقول للاعلام لا، لان كاين مسؤول كتجي كيقول لك الكلام اللي قالوا الجمهور، كيسالي الماتش ديال اي مباراه كتجي مثلا داك الجمهور اللي خاسر كيقدر يكتب بزاف ديال التدوينات في فيسبوك وما الى ذلك، ويقدر مسؤول يجي يتبناهم يقول لك احنا استهدفنا مستهدفين وتظلمنا. انت ما خصكش تقول هاد الهضره، انت خصك تدافع الفريق ديالك. شنو الدور ديالك اللي قلتيها لي انا؟ شنو زعما اللي قلتيها لي؟ سير دافع الفريق ديالك، انت مسؤول. الجمهور الا قالها جات معاه، لانه كجمهور متتبع انت كاين في اللعبه، قدرتي تدافع سير، ما قدرتيش حط السوارت وسير بحالك، دير رساله لكاع المسؤولين. اما تجيو تقولوا لينا غير ديك الهضره اللي كيقول الجمهور باش تاججوا الوضع، كتزيدوها من الفتنه. وحتى المدربين، من الاسباب اللي فقدناها اللي كتخلينا نقولوا زعما ما عرفتش، كيجي مدرب ما كيتكلمش على الكره كيفاش تلعبات في التيران، كيجي كيقول لك ظلمني دار ليا فعل داز من لين نفود عنده. هادشي ما خصوش يكون. جي خويا دوي لينا على التاكتيك ديال كيفاش لعبتي، كيفاش خسرتي، في كانت الاخطاء قوه الخصم. السلام عليكم، هذا هو الدور ديالك. النقطة الثالثة يمكن أنه السبب الكبير الرئيسي لما كنتكلموا على الفقدان ديال الثقة في الأجهزة ديال كرة القدم الوطنية، بناء على المداخلات ديالكم لا سواء التعليقات ولا بناء على المكالمات، فالخلاصة اللي خرجنا بها هو أنه القرارات اللي كتخاد هي اللي كتخلينا كنقولوا هاد الناس راه ماشي راه ما واخدينش القانون كما هو، راه كيميلوا هنا ولا هنا. والنقطة الثالثة اللي يمكن تكلمتوا عليها بشكل كبير هو أن الرئيس ديال الجامعة ولا رئيس العصبة الاحترافية خصو يكون محايد من ينتمي لهذا الفريق لهذا، وأنا أتفق في هذه القضية، لأنه ملي كتكون رئيس ديال نادي معين وتحت المنصب تحت المنصب معين، فراه ولو دير القانون ضد فريقك غيبان الجمهور ديالها أنك كنت مجحف، درتي ضد الخصم غتبان مجحف. وبذلك انا اعتقد ان من الافضل نحاول نفكروا في هذه القضيه، انه لا رئيس الجامعه ولا اي مسؤول في كره القدم ولا في اي رياضه يكون محايد وبعيد ما ينتمي للتفارق، باش نجربوها على عسى تنجح هذه القضيه ونردوا الثقه في المسائل اللي كتهم كره القدم الوطنيه. انا ودادي كنتمنى الفريق رجاء يصحح المسار ديالو. هذا السراف، الشغب هو مشكل لا علاقه له بمستوى وعقليه الشخص. اليوم لعب المسيره والمغرب فاسي، للاسف هذه مباراة تكون كانت تكون حارقه من اللي كنا في القسم الاول. للاسف اتفق معك سي علي، يا ليت الشباب يعود يوما كما يقال. ليلى الكريم كتغوت عليا الوقت ديال البرنامج انتهى، وهي ملي كدوي ليلى خاصنا نحبسوا البرنامج. مشاهدي الكرام شكرا بزاف لكل المتتبعين، شكرا لتعاليقكم الرائعه، شكرا شكرا لكل المتتبعين اللي اتصلوا بنا عبر الهاتف. معذره اللي ما دوزناش معنا اليوم، ان شاء الله الاسبوع المقبل يدوز معنا في البرنامج موضوع اخر، ان شاء الله ترقبوه الأسبوع المقبل يوم السبت كالعادة دائما من 12 زوالا إلى 1، دائما كنديروا موضوع للنقاش وبرنامج أبرز المباريات ديال نهاية الأسبوع، الدوريات الأوروبية والبطولة الاحترافية بقسمها الوطني والأول. مرة أخرى شكرا لكل المتتبعين الكرام اللي تابعوا برنامج لايف رياضي، شكرا لليلى الكريم وراء الكاميرا، هذا محمد مفتاحي، وحييكم إلى فرصة قادمة بحول الله، إلى اللقاء.